تعزيز الشفافية في تسيير الشؤون العمومية والنزاهة في القطاع الاقتصادي من خلال ترقية ثقافة نبذ الفساد ودعم أجهزة الرقابة والقضاء هي من أبرز الغايات التي تعمل على تحقيقها الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي أطلقتها السلطة العليا للشفافية لآفاق 2023-2027. ها نحن اليوم أمام هذا الجمع الكريم للإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027 التي تهدف إلى وضع مجموعة من التدابير والخطط الاستراتيجية القطاعية التي تتولى بصفة أساسية معالجة إشكالية تغيير سلوك الأفراد والجماعات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مستوى القطاع العام والقطاع الاقتصادي وقطاع المجتمع المدني باعتبارهم فاعلين معنيين في العملية. هذه الاستراتيجية الوطنية ستصبح من الآن فصاعداً وثيقة ملزمة لجميع الأطراف، أقولها سوف تصبح وثيقة ملزمة لجميع الأطراف، وسوف تعمل الحكومة على تثبيت هذه الوثيقة ومتابعة تطبيقها بالآليات التي وضعت والتي ستوضع في الأيام المقبلة إن شاء الله من أجل متابعة صارمة لهذه الاستراتيجية حتى لا تكون حبراً على ورق وحتى نبتعد عن التنظير ونمضي إلى التطبيق. الاستراتيجية التي تعد خطاً توجيهياً لتفعيل المعايير الدولية والوطنية في مكافحة الفساد على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وكذا القطاع الاقتصادي تأتي أيضاً كتكريس لجهود الجزائر وتقدمها في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالشراكة للفترة الممتدة 2023-2027 والذي تم اعتماده فبراير الأخير من قبل مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبما أن الجزائر دولة عضو فيه فهي في توافق تام مع المشروع في إطار التعاون مع الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي لنفس الفترة، بحيث اعتمدت تعزيز الأطر المؤسساتية من أجل الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة كمحور استراتيجي متعلق بتعزيز الحكم الراشد. الاستراتيجية الوطنية الأولى للشفافية والوقاية من الفساد التي تشمل في مجملها 17 هدفاً تأتي كخطوة للتأكيد على توجه السياسة العامة للبلاد المكرسة بدستور 2020 من خلال السعي لأخلاقة الحياة العامة، ترقية الديمقراطية التشاركية وتجسيد دولة الحق والقانون.